هجوم مضاد، خمسة لاعبين على ثلاثة لاعبين على الأطلسي. جيفرسون عودة لاعبين فريق الجمعية السنوية في اتجاه غرايسون، يسدد وهدف ثاني. لاعبين برازيليين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تبوريدا مراكشية محضة في هذه المقابلة. ثلاث أهداف، الكوكب في أحلى حلة وأبهى الصورة. لاعبان برازيليان مؤثران وخطيران. جيفرسون تسلم الكرة من الأطلسي، بحث عن مواطني غرايسون، حصر الكرة بشكل جميل وبالرجل اليمنى يختار الجهة أو الزاوية البعيدة لإسماعيل كحا. غرايسون يسجل وفي مكان مناسب. سعيد صلاح الدين، الآن الرد للكوكب المراكشي، بلعوبة خطيرة داخل منطقة العمليات الراسية، وجول لصالح فريق الكوكب الرياضي المراكشي. تلتهب المباراة في شوط المدربين، وغرايسون دي سوزا البرازيلي السيليساو يسجل هدف آخر في الدوري الوطني، وبالتالي يكون فريق الكوكب المراكشي لم يتأخر طويلا. هنا إذن غرايسون دي سوزا يسجل الهدف الخامس ليساوي الأمور مع لاسيكوني وأيضا لويس جيفرسون. عود الجولة الأولى، وأيضا الرجاء في هذه المباراة أفضل من المباراة السابقة أمام المغرب التطواني. شاهدونا سرعة فائقة ولم يغامر به فتح جمال، عفوا الإدريسي، فرصة البحث عن المرور أو إمكانية المراوغة. سنتابع فرصة لفريق الكوكب، محاولة العرضية اشتعلت، نار 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 نار، من سجل؟ هل هو دي سودا؟ سنتابع. نعم يا من منعته البرازيل في اللعب بدورها، يمتع المراكشيين هنا. نعم، اوه فرحة بهجوية هنا بدي سوزا يحيي فتحي جمال. فتحي جمال يعرف البرازيل، يعرف الكرة البرازيلية، النصر السعودي. شوف الإعادة، شوف اللقطة والتمريرة والعرضية، وأجمل الأهداف يمكن تقديم عطاء أفضل وأحسن. متابعونا لاعب غرايسون دي سوزا عملية المرور، محاولة تصوير، هدف ممتاز لغرايسون دي سوزا البرازيلي، ينعش أمام الكوكب المراكشي ويعطي هستيريا حقيقية في المدرجات. هكذا هم البرازيليون، يسجلون، يقنعون، يمتعون، وأيضا يفرحون بعد تسجيل الهدف، يعانقون حتى فتح الزمن. وشاهد الجماهير، تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء، شهود اصطناعية والفرحة حضرت. هكذا كنت أقول، هكذا كنت أتكلم، الأهداف تعطي رونق آخر، تعطي استراتيجية أخرى. شاهد المرور والتصويب بالرجل اليسرى، مركزة مؤثرة، الإلحاح، الإلحاح، هكذا سار به اللاعب غرايسون دي سوزا، ألح بالتصويب باليسارية. أعتقد خامس محاولة بالرجل اليسرى تكملت بالنجاح في المباراة ككل. القوة وكذلك النجاح الهجومية، خصوصا توفروا على جود اللاعبين، هم لاعبين برازيليين اللي كيتمكنوا من تحويل موضوع أفكار إلى أهداف. ثلث موضوع لاعبي ودفاع فريق الوداد الفاسي، وحتى أن ولو أن الهدف الأول يمكن غادي يكون، غادي نعاودوا نشاهدوا مرة أخرى، كأنه رجوع من تسلل، لكن حكم الشرط كان يعني واقف، يكون واقف. قبل أن يعود، فرصة 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 فرصة، تدي فرصة، هدف يا للغرابة يا للغرابة. قلت لكم بأن مقابلة لأرضية الملعب جميل، وهشام العمراني عادل السراج للجيري، للانطلاقة من جورج غرايسون دي سوزا. جورج غرايسون معه ثلاث مدافعين، يمرر للهردومي، الهردومي يبحث عن فرصة للتسديد، خطيرة جدا، خطيرة جدا، الأولى، الثانية، الجولة الثانية ضاعت. هنا الإعادة، نعود للأصل، نعود للأصل. We'll be right back.
الزاوية الثانية خطيرة لا زالت لدي سوزا إمكانية التسديد. يا الله روعة 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 وإبداع والله يقولش أن الكوكب يسجل في الثواني الأولى رد لاعبو الكوكب بقوة يا ليسرى هذا اللاعب صدقوني يسرى قوية يسرى خطيرة يسرى بهدف جميل وجميل جدا.